مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملخص أحوال الجوية المتوقعة، أول شيء استمرار تأثير الكتلة الهوائية الدافئة إلى الحارة نسبيا، وبالتالي درجات الحرارة في عمان تقترب تقريبا من نهاية العشرينيات، لكنها راح تكون ببداية الثلاثينيات في الأغوار والعقبة، وأيضا بشكل عام الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا في معظم أجزاء المملكة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية لهذا المساء، والتي تمثل درجات الحرارة. هذا اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى، اللون الأصفر درجات الحرارة الأقل، وبالتالي نلاحظ أن هناك كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا ستسيطر على منطقة شرق البحر المتوسط بما فيها المملكة وسوريا وفلسطين ولبنان وشماء ومصر أيضا، وأيضا معظم الجزيرة العربية. إذن أجواء حارة نسبيا وتستمر أيام الجمعة والسبت وأيضا لفترة تقريبا الأحد. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء تقريبا أدفأ من المعدل، أدفأ وأعلى من المعدل درجات الحرارة. درجة الحرارة الصغرى في عمان 14 درجة مئوي، أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات، بينما هي معدل درجة الحرارة الصغرى في عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 9 درجات مئوية. إذن ليلة أدفأ من الليالي الماضية بشكل واضح، لكنها تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم غد الجمعة ارتفاع واضح على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل على الأقل بحوالي 10 درجات مئوية، أيضا تظهر السحب العالية وأيضا تنشط الرياح الجنوبية الشرقية التي قد تكون مثيرة للغبار والأتربة، وبالتالي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق البادية والسهول الشرقية. العظمى المتوقعة في عمان 29 والصغرى 18 درجة مئوي، حتى الصغرى أعلى من المعدل بحوالي 9 درجات. يوم السبت تنخفض درجة إلى درجتين، لكن تبقى درجات الحرارة دافئة إلى حارة نسبيا، وتبقى الأجواء دافئة، وتظهر أيضا السحب العالية، ودرجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوي، أعلى من المعدل بحوالي 8 درجات، والصغرى بحدود 18 درجة، أعلى من المعدل ب 9 درجات مئوية. يوم الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تكون الأجواء معتدلة بالنهار ولكنها لطيفة ليلا، وتميل إلى البرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر. العظمى يوم الأحد بحدود 25-26 والصغرى بحدود 14 درجة مئوية. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة. المناطق الشمالية أجواء دافئة إلى حارة نسبيا، وإربد 31 العظمى والصغرى 20، عجلون 30 والصغرى 19، جرش 32 إلى 20، المفرق 30 إلى 17 درجة مئوية. المناطق الوسطى البلقاء 30 إلى 20، مأدبة 30 إلى 18، عمان 29 إلى 18، البحر الميت 34 إلى 24، والزرقاء 31 إلى 17 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أيضا أجواء دافئة إلى حارة نسبيا، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل، الكرك 31-18، الطفيلة 29-19، الشراه 27-16، إمعان 30 إلى 17، والعقبة 33 إلى 25 درجة مئوية. المناطق الصحراوية طبعا راح تكون أجواء تقريبا مغبرة ويتدنى مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق، الأزرق 32-16،
15، الصفاوي 30-15، والرويشد 30-16. أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في معظم أجزاء المملكة غدا. أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم أوقاتا سعيدة، وإن شاء الله تستمتعون بعطلة أسبوع دافئة، خاصة يوم الجمعة قبل أيام رمضان. نتمنى للجميع السلامة والاستمتاع بأجواء دافئة، وتحية لكم مني ومن طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.